إنريكو كاسترو غونزاليز الملقب بكويني، كان أحد أفضل مهاجمي الكرة الأسبانية في عصره، وهو اللي لعب مع سبورتينغ خيخون وبرشلونة، وحصل معهم على جائزة هداف الدوري أو البتشيشي 7 مرات. كويني كان سلاح فتاك في هجوم الكاتالان، لكن التاريخ بيذكره كذلك من خلال حادثة غريبة، وهي اختطافه من قدام باب بيته في الأول من مارس 1980. في ذاك اليوم كويني كان طالع من بيته والوجهة هي المطار عشان يستقبل عائلته. المفاجأة كانت لزوجته ماريا اللي وصلت للمطار وما لقت زوجها، وهو اللي مأكد لها قدومه. بلغت ماريا السلطات لكونها آخر شخص تواصل معه، وإن عدم قدومه فيه شيء مريب. وسرعان ما جت اتصالين من أشخاص مجهولين على هاتف ماريا، أكدوا من خلالها إنهم بيطلقوا سراح زوجها بعد 11 يوم بشرط إنها ما تبلغ الشرطة أو الإعلام. أحد الخاطفين كذلك تواصل مع صحيفة محلية اسمها لافانغوريدا، وأكد الوعد بإطلاق سراح كويني. لكن بعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري وقتها، برشلونة اللي كان وقتها على وشك الفوز ببطولة الدوري انحرم من أفضل لاعبيه، وهذا أثر على الجميع، وبعض اللاعبين رفضوا يلعبوا خوفا على حياتهم. احتجز غونزاليز لمدة 25 يوم، وخلال هالفترة حصل فريقه على نقطة واحدة بس من 4 مباريات، وخسر في النهاية السباق على لقب الدوري. وبعد مفاوضات طويلة توسطها رئيس برشلونة، اتفقوا على دفع فدية مقدارها 100 مليون بزيتا، يتم إيداعها في مصرف سويسري بتاريخ معين ويحددها الخاطفين، وبعدها يطلقوا سراحه. وبعملية مشتركة بينهم الشرطة الأسبانية والسويسرية قدروا يمسكوا أحد الخاطفين عند استلامها الفدية، وبعد التحقيقات قدروا يوصلوا للمجموعة كاملة. وأغرب ما في القصة أن كويني أسقط حقه الشخصي ورفض حتى ياخذ مبلغ تعويض، وقال صحيح أنهم خطفوني لكن عاملوني بصورة راقية جداً.